استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد ال النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه رئيس الهيئه العامه للرياضه رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه سعاده السيد نبراس محمد علي طالب الرئيس التنفيذي لهيئه تنظيم سوق العمل وذلك بمكتب سموه بقصر الوادي بمنطقه الرفع جاء ذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد ال خليفه نائب رئيس الهيئه العامه للرياضه وسعاده الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئه العامه للرياضه ورحب سموه بسعاده السيد نبراس محمد علي طالب وهنأه بالثقه الملكيه الغاليه بمناسبه تعيينه رئيسا تنفيذيا لهيئه تنظيم سوق العمل، منوها بما يتمتع به من كفاءه وخبره من شانها ان تسهم في الارتقاء بهيئه تنظيم سوق العمل وتطوير الخدمات المقدمه للمستفيدين. من القطاعين العام والخاص وكافة المواطنين وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل في خدمة الحركة الرياضية بهدف تعزيز الجودة والتنافسية والكفاءة والمهنية في هذا القطاع الحيوي الهام متمنيا سموه للهيئة وكافة طاقمها التنفيذي والإداري التوفيق والنجاح وبدوره أعرب سعادة السيد دمبراس محمد علي طالب عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل الخليفة في تطوير الحركة الرياضية مؤكدا حرص هيئة تنظيم سوق العمل على استمرار التنسيق المشترك مع الهيئة العامة للرياضة وكافة الجهات الرياضية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهذا القطاع